متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود بعض التشكيلات من السحب والغيوم غير الممطرة تمتد في المناطق الوسطى من المملكة، تخللها تكونات رعدية في بعض مناطق قريبة من المدينة المنورة وبعض المرتفعات الجبلية الغربية، ضمن حالة نستطيع القول من عدم استقرار الجو لكنها ضيقة النطاق بشكل عام. توقعات درجات الحارة والكتل الهوائية، كما نلاحظ هناك اندفاع لهواء ساخن من مناطق تقريبا الجنوبية باتجاه المناطق الغربية والشمالية الشرقية من المملكة وأيضا بعض الأجزاء الشمالية من المملكة، تؤدي لحدوث ارتفاع واضح على درجات الحرارة. يتوقع استمرار تدفق هذه الرياح باتجاه الشمال، ونلاحظ سيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت العام على أغلب مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى، ويستمر ذلك الأمر حتى نهار يوم الاثنين. نلاحظ المزيد من تدفق الهواء الساخن وصولا للأراضي العراقية وسيطرة هذا الهواء الساخن على مناطق عدة من المملكة بمشيئة الله تعالى. ومع نهار يوم الأربعاء يتوقع تقدم منخفض جوي قطبي على الأراضي المصرية وشرقي البحر المتوسط، مما يؤدي لدفع المزيد من الهواء الساخن باتجاه المناطق كما نلاحظ الجنوبية الغربية من المملكة ولاحقا باتجاه الرياض والمناطق الشمالية والشرقية من المملكة، مسببا ذلك ارتفاعا ملموسا وملحوظا على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. طبعا بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء معتدلة، درجة حرارة 15 درجة مئوية، ظهور لبعض السحب والغيوم غير الممطرة. والأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تشير في العاصمة الرياض على أن هناك ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة، درجات الحرارة تراوح بين 28 إلى 29 درجة مئوية في ساعة النهار، والأجواء غالبا مشمسة تكون ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية في ساعات الليل. أما درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، سنبدأها شمالا من تبوك 26-11، في سكاكا 25-14، في عرر 22-12 درجة مئوية. غربي المملكة تكون في مكة المكرمة 34-22 مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، كذلك أمر هو في الطائف 25-14، بينما تكون في جدة من 32-22 درجة مئوية، كذلك أمر في المدينة المنورة. جنوب غرب المملكة بعض الأمطار الرعدية محتملة في مرتفعات أبها والباحة من 20-12 في الباحة، أبها 22-11، وفي جزائر من 29-25 درجة مئوية. أما في الإحساء تكون 28-13، الدمام 28-14، كذلك أمر هو في حفر الباطن. أما في المناطق الوسطى من المملكة، في الرياض 28-16، بريدة 27-13، وفي حائل من 26-12 درجة مئوية، مع نشاط قليل في سرعة الرياح في تلك المناطق. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.